في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم درجة تغيير. أحبائنا كلنا بنسعد حينما أحد أحبائنا يهدينا هدايا، نسعد قوي ونفرح وننبسط جدا، لكن كمان عندما ننجح نفرح، عندما نغير شيء ونجدده بنفرح أيضا وبنسعد أيضا، لكن كمان لما بيكون عندنا عربية قديمة ونغيرها ونجيب كمان عربية جديدة نبقى سعداء. في حاجات خارجية كتيرة قوي بنكون بيها سعداء، لكن حقيقي لكن أحيانا نكون بنحزن بعض أشياء نكون بنطلبها من الرب ونقول يا رب الطلبات ديت يعني الاحتياج ده ما جاش فاروح احزن، وده الانسان الطبيعي ولكن الفرح احبائي ليس عندما تاتي الظروف الحسنه، لكن عندما تاتي الظروف الغير المعكوسه، ومع ذلك يستمر المؤمن الحقيقي فرح وسعيد. أيوب كده، أفتكر أيوب يقول كده: الخير نقبل والشر لا نقبل. وكمان أتذكر في سفر حبقوك في العهد القديم في كلمة الله المقدسة وإصحاح 3، لكن أتذكر قبل إصحاح 3 في إصحاح 2 كان بدأ النبي حبقوك في نبوته ببداية شكوى ويقول له وصراخ، وكان مضطرب وكان كمان منزعج وحيران. لكن في سفر حبقوك اصحاح بقى 3 بدا كده يقول جمله جميله مليانه تحدي للحزن اللي عنده بالايمان، وهو يقول: فمع انه لا يظهر الطين فيه ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعام، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزود. وفي عدد 18 يقول كده: فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. ويقول كده: الرب السيد يجعل قدمي كالأيائل، يمشيني على مرتفعاتي. أحباء أصدقائي، النهاردة الرب هيجاوب على كل تساؤلاتنا اللي محيرانا، هيجاوب على كل شيء إحنا
متضايقين منه على كل شيء احنا فاكرينه ان الرب يعني قصده اللي هو ما يفرحنيش او يسعدني. ده الرب النهارده هيجاوبنا على كده. احبائي الرب دعانا ايضا دعوه للفرح. عشان كده موضوعنا النهارده اللي احبائنا هيتكلموا فيه النهارده هو موضوع فرح الرب قوتنا. وسعيده قوي لاقدم خدام غاليين على قلبي قوي، شباب وشابات هم قابل رائع، وانا بعظم الرب لاجلهم. احب اقدم سامر القس سمير ويليام. اهلا بيك يا سامر. اهلا بيك، مبسوطه اكون معاكم. واحنا كمان سعداء جدا لاقدم زوجته شابه جميله ايناس سمير. اهلا بيك يا ايناس. اهلا بيك، مبسوطه قوي ان انا اكون معاكي. واحنا كمان حقيقي انا كمان سعيده جدا بوجودكم، لان كل مره الرب بيكلمنا وناس كتيره قوي بتفرجوا على الحلقه والموضوع بيبقى كلهم يعني بيوصل لنا كده ان فعلا كلمات حيه وكلمات بسيطه من قلب الرب لشعب الرب. كمان النهارده موضوعنا جميل قوي عن الفرح، وفرح الرب هو قوتنا. أحب قوي سامر، بما أن الأورج موجود والمسبحين موجودين، نحب ندخل كده بتسبيح للرب ونقدم له كده شكر وعرفان وأمنانية بفرحه اللي بيعطيه لينا لولاده. تفضل سامر. تعالوا نسبح كده ونبتدي وإحنا بنقول أفرحنا بيك يا رب طول الطريق، طول ما أنت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك. الفرح مش بس وقتي، لكن الفرح زي ما هنعرف الوقت اللي جاي الفرح مع الرب فرح دائم. فنعيش النهاردة حياة الفرح مع بعض. وتعالوا نسبح الرب وإحنا بنقول يا رب املانا بأفراحك أفراح السماء. يا علم تنبيه ارفع الرب نرفع ونقدم ليك
جيت نرفع ونقدم ليك اناشيد، ده حياتنا معاك امجد بتدوم، ضامنين ضامنين هنحقق فيك مواعيد تسبيحك يا علم ويا على الفوق، الحان الحمد هتملى الكرنيم الشكر هاليلويا هاليلويا. فعلا فرح الرب هو قوتنا، هو قوتنا. صديقي الشاب، صديقتي الشابة، فعلا مفيش فرح في الرب الا ما يبقى فيه قوة، ومفيش قوة الا بفرح الرب، الا بفرح الرب. حقيقي موضوع جميل قوي. سامر وإناس قابل رائع جدا، فوستيهم بنتين جمال، بنتين كده وردتين جمال جدا، وانا حقيقي نفسي تعرفني باساميهم عشان ليهم معاني جميله قوي. احنا عندنا ميلودي وهارموني، احنا عيله بنحب المزيكا، فقلنا نسميهم حاجات ليها علاقه بالمزيكا عشان يطلعوا قدام للرب. ومسبحين. امين, أمين. حاجه جميله قوي قوي قوي. حقيقي التسبيح بيفتح كده، بيخلي عضلات الصدر يعني تتفتح كده، بينقل وبينقل، بينقل اول مؤمن كمان. أكيد. احلى حاجه التسبيح، رائع جدا، وبيفرح وبيفرح بيفرح قوي، وبيفرح قلب الرب كمان. ايوه ايوه يا. عشان كده احنا النهارده هنستغل الكيبورد اللي معاك النهارده، وهنسبح وهنفرح، وبدل الغم والهم والحزن الرب النهارده هيحوله لأفراح سماوية. مين؟ أفراح مين؟ سماوية، مش فرح خارجي لكن فرح من الداخل. إحنا عايزين نتكلم عن الفرح النهاردة، يعني إيه المقصود بالفرح وإيه الفرح، وعايزين نفهم مع بعض كمان نفرق ما بين السعادة والفرح. الفرح موضوع جميل وشيق، ويمكن اخواتنا هم بيتفرجوا علينا يقولوا يا عنوان الحلقه الفرح، احنا سمعنا الموضوع ده يعني كتير زي ما كنا بنحكي يعني. لكن اللي فرق معايا واحنا بنحضر الحلقه يعني، ان انا قلت لنفسي كده، ونفسي كل حد بيسمعنا واخواتي اللي بيتفرجوا علينا يكونوا بيشاركونا الاتجاه دوت، ان مش عايزين النهارده نسمع، احنا عايزين نعيش. يعني سمعنا كتير، لكن النهارده اقول يا رب ما نكونش سامعين فقط خادعين نفوسنا، لكن نكون سامعين عاملين بالكلمه. وهو ده اللي هيفرق في حياتنا كشباب وكناس عامة يعني. يعني كل اللي بيتفرجوا علينا اقل من سن ال 95 هم شباب، فعشان البرنامج ده ليك يعني. فلو انت بجد عشت الحياة ديت وعشت الكلمة هتفرق قوي في حياتك. الفرح واحنا بنحضر كده مع بعض لقينا ليه معاني كتيرة جدا، من ضمن معانيه السعادة، ومن ضمن معانيه كان جاي في سفر في انجيل لوقا اصحاح 16، جاية بمعنى التنعم في قصة الغني. كان بيقول وكان يتنعم كل يوم، فكان يتنعم جايه من السعاده وجايه من الفرح. كمان شعب الرب زمان، شعب اسرائيل، كانوا لما بيفرحوا وبيوصلوا لنشوه فرحهم كانوا بيهللوا، فالتهليل بالنسبه لهم كان معنى من معاني الفرح. وكلمه هللويا دي على فكره الكلمه الوحيده اللي ملهاش ترجمه. فلو انت يعني لو انت في بلد معينه ومش بتتكلم لغه البلد دي ودخلت كنيسه هتلاقيهم بيقولوا هللويا، ممكن ما تفهمش الوعظه كلها وتفهم كلمه هللويا. دي حقيقه. كل اللغات وكل بلاد العالم بتقول كلمه هللويا بنفس الترجمه واحده وبنفس المعنى الواحد. ده يدل ان الفرح السماوي وفرح الرب واحد، لغه واحده ثابته لكل المؤمنين. عشان كده ما تفتكرش ان الفرح حاجه غريبه او لغه غريبه عليك انت مش واخد عليها، لكن افرح بالرب. فرح الرب لكل المؤمنين. يس، حاجة جميلة قوي. هللويا هللويا هللويا. حقيقي جميلة لغة السماء، لغة السماء، مش كده برضو إناس؟ يا عايزة أقول إنه الفرح مش كلمة، لكن الفرح ده دي حياة. يقول كده الكتاب في سفر الأمثال، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقة. لو أنا فرحان وشي على طول هيبقى مبتسم، وشي على طول هيبقى فرحان، الناس هتشوف فيا ده. فهو الفرح مش وقت
ولا كلمة، لكن هي حياة أنا بعيشها. حاجة جميلة قوي. كمان بشوف زي ما قال سامر في فرق ما بين فعلا السعادة، لأن بنلخبط أحيانا الناس بيبقى في زي عملية لخبطة كده. السعادة فرق شاسع قوي، السعادة من الخارج لجوه، لكن الفرح من جوه لبره، من جوه لبره، حياة فعلا نعيشها مش مجرد كلمة، لكن فعلا الفرح هو من الرب. أي حد بعيد عن الرب حقيقي حقيقي بجد بأمانة إن ده مش فرحان، ممكن يكون سعيد في أمور كده زي ما احنا قلنا كده في المقدمة، إن في أمور خارجية، أنا غيرت عربيتي وجبت عربية جديدة، فيعني لحظة كده وقت معين جبت حاجة وفرحت بيها خلاص بقى كده، لكن الفرح الدايم ده يقول عليه الكتاب وليمة 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 دائمة. ده فرح الرب يسوع المسيح، فرح الرب النهاردة يديهولك صديقي وصديقتي الشابة اللي بتسمعنا النهاردة. الرب هيجاوب على تساؤلاتك، أنا عارفة أنا عارفة وفاهمة قوي إني في قلوب النهاردة محتاجة الموضوع دوت، لأنه وإحنا بنفكر في الموضوع ده الرب كان بيشاور عليه، يعني مشاورة، يعني يا رب يعني انت مش عايز حاجة الا الموضوع ده، هو ده. عشان كده انا واثقة قوي النهاردة ان الرب هيكلم ناس كتير، ولينا احنا كمان قبل ولينا وانا عايز اقول كده حقيقي لان الرب فعلا كلمنا كلنا من خلال الموضوع اللي الرب النهاردة هيوصله لكل حد. هنطلع فاصل بفيديو صغير ونستمتع مع بعض بيه. مرحبا يا صديقتي. ما في حدا بالعالم ما في عنده احتياج، قد يكون مادي، نفسي أو روحي. نحن كلياتنا منولد وعنا احتياجات، ومنضل لآخر يوم بحياتنا عنا احتياجات. ندرس، نشتغل، نحلم، منخطط ومنعمل كتير أمور، حتى مرات منصلي، كله لأنه عنا احتياجات. وهات مين يسدد؟ يمكن يا عزيزتي طار النوم من عيونك بسبب القلق والتفكير، عم تعيش ظروف مادية صعبة ومنتظرة راتب آخر الشهر اللي بيخلص بأول الشهر. يمكن تروحي تعملي شوبينج حتى تفشي خلقك وتنبسطي لفترة قصيرة، وبتلاقي حالك رجعتي مليتي من جديد. طب شو الحل يا ترى؟ اسمحي لي خبرك عن سر رح يساعدك تغيري نمط حياتك ويعطيكي فرح غير عادي. في آية بأشعياء 20:35، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. صحيح أنه الأخذ ممتع ومفرح، بس العطاء مفرح أكثر بكثير. لما جرب ما ركز على نفسي واحتياجاتي، حاول سدد احتياج غيري مهما كانت صغيرة، رح أشعر بفرح غير عادي. العطاء يمكن يكون اهتمام، صداقة أو زيارة أو مساعدة بسيطة. يمكن تتصلي وتسألي عن شخص مريض أو عنده ظروف صعبة، ساعتها رح تتمتعي تكوني بركة لحدا تاني ومن خلالك ينسد هالاحتياج. صدقيني يا عزيزتي رح تحبي العطاء أكثر من الأخذ. سلام. جميل قوي الفيديو ده، بيعبر عن الفرح الحقيقي ازاي، واذا كمان وكمان نقطة جوهرية قوي تتكلم عن العطاء. حقيقة انا بشكر رب لاجل اختيارك الرائع في الفيديو، رائع جدا، رب يباركك. وضح لنا اكتر. يا هو الفيديو جميل قوي، بيقول انه كل واحد عنده احتياج، يعني عندنا احتياجات مادية كتير قوي، احتياجات نفسية كتير قوي، لكن زي ما كنت بتقولي في الاول انه الاحتياج بيجي وبفرح بيه في الاول وبيخلص، خلاص خلص بالنسبه لي الاحتياج. لكن الاحلى بقى ان انا افكر في ان انا ادي، وده الفرح اللي هيكون اكتر ليا ولغيري كمان. فالعطاء حاجه مهمه قوي، ان انا افرح وافرح غيري، غير لما اكون طول الوقت انا مشغوله، انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز، بفرح في وقتها
وخلاص الفرح بينتهي بالنسبه لي. لكن لما افرح غيري الفرح بالنسبه لي هيكون اكتر ليا وللي حواليا كمان. زي ايه؟ ايه العوامل اللي اقدر، المصادر اللي بيها افرح الغير؟ يعني ايه زي ايه؟ زي ايه يعني؟ لو حد عنده احتياج مثلا، احتياج مادي زي ما هي قالت، وانا شايفه ده، فلازم اكون بروح له واقول له ان انا الرب شغلني ان انا اعمل معاك كده. يا ده بيبقى حاجه تفرحني قوي. انا متهيالي لو انا في الموقف وانا محتاجه مثلا لمبلغ معين ويعني مشغوله بيه قوي طول الوقت، هجيبه منين؟ طب مين هيسدده لي؟ طب لو انا استلفته هسدده ازاي؟ وجه حد راح قال لي المبلغ ده الرب بعته لي، يا ده حاجه هتفرح قلبي قوي. فلما انشغل باحتياجات اللي قدامي هفرح غيري وانا كمان هفرح. المعطي المسرور، يا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يس يس. سامر، حتى في الكتاب الايه دي كنت لسه اقولها، المعطي المسرور يحبه الرب. الرب كمان ادانا على فكره، مش احنا بس اللي بنعمل كده، يعني ما قالناش الكلام بس كلام نقراه وننفذه، لكن هو عمل كده. مكتوب كده: اخلى نفسه اخذا صوره عبد، صائرا في شبه الناس، اذ وجد في الهيئه كانسان اخلى نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. فالله ضحى باغلى حاجه عنده. يعني هو ده المثل بتاع العطاء. يعني متهيألي احنا زي ما كانت ايناس بتقول ممكن ندي اشياء، لكن الرب مش ادى ابنه، ده ادى نفسه. دي اعظم حاجه، دي اعظم العطايا. عشان كده لو انت شايف ان يمكن بتدي لحد حاجه كبيره، لا، حتى الحاجه الكبيره اللي انت بتديها دي قليله قدام اللي الرب اداه لنا. عشان كده ادي اللي قدامك هتفرح. المعطي المسرور يحب الرب. يحب الرب. يس يس، حاجه جميله قوي. كمان بشوف في النقطه اللي بتقوليها كده ناس، العطاء ما بشوف فيه احتياج، مش بس كمان مادي، لكن كمان بشوف فيه ناس بتهلك. لكن انا بقى حقيقي يعني، ما انا خلاص خدت حياه ابديه، يعني الرب غفر لي وانا بقيت بنت الرب او ابن للرب. لكن بشوف احتياج روحي كمان للنفوس اللي بتهلك حواليا، وبحس ان هم في اشد الحاجه للرب يسوع، وببكي لاجلهم. مش يعني بكاء، يعني بولس كده مره قال: يا ريت انا محروم من المسيح من أجل أنسبائي. يعني يا ريت قرايبي وحبايبي وإخواتي وأصدقائي واللي معايا في الشغل اللي كل يوم بشوفهم، يا ريت يكونوا بيعرفوا المسيح. وده أكبر عطاء. يعني لما بفتكر السامرية راحت كده خبرت كده وسابت كل حاجة، فرحانة. ولما أنت تكون فرحان بالرب اللي اداك قوة، تلاقي كده عايز تخبر عن الشخص اللي فرحك ده وشال همك. كمان تفرح، السماء بتفرح والأرض بتفرح، وانت كمان بتفرح لما بتجيب خروف ضال للرب يسوع. الفرح من وجه الكتاب المقدس، عشان يعني في آيات كتابية كتيرة قوي، وأنا أحب قوي كلمة الله، لأن كلمة الله هي يعني حقيقي بتفهمني وبترشدني وكمان بتعلمنا وتخلينا نفتح كده عينينا، وكمان بتفتح قلبنا وتفتح ودننا كمان، وتخلينا يبقى لينا اشتياق نسمعها ولينا اشتياق اللي احنا كمان نقراها. عشان كده كلمة الله مليانة مليانة من الحق الكتابي، مليان وبيعبر عن من ضمن أسباب الفرح الحقيقي. حتى اسمها الخبر السار، يعني كلمة الله هي الخبر السار، الخبر المفرح اللي بيفرح. عشان كده حتى يمكن مش أنا بس اللي بحس الإحساس ده، يمكن إخواتي كمان وهم بيتفرجوا علينا يحسوا الإحساس ده. يمكن تبقى جاي مضغوط من أمر معين، يمكن تبقى جاي متضايق، وتقعد قدام كلمة ربنا كده تقرا الكتاب وتصلي كده، تلاقي نفسك ابتسمت، تلاقي نفسك فرحت، تلاقي المود بتاعك اتغير. هو ده، هي هو ده روح الفرح. yes, لان yes. الفرح ثمره من ثمار الروح. فوانت بتتعمق في علاقتك مع الرب، الروح القدس بيشتعل جواك، الروح yes. القدس بيأثر فيك. yes. فتلاقي من ضمن ثمار الروح الفرح، تلاقيه اشتغل في حياتك. ودوت الكتاب المقدس قال كده، من يعني ثمار الروح القدس محبة فرح سلام. يعني ده الفرح الداخلي فعلا حقيقي، فرح من القلب. وروح القدس عامل كبير جدا يا سامر، ان هو اللي فيه الثمار دي، ثمر يعني حقيقي. في امتيازات قوي
ان في الروح القدس في امتيازات عجيبه قوي، محبه، فرح، سلام، طول انات، يعني حقيقي. لكن ممكن يكون مؤمنين يبقى عندهم ثمره ناقصه، ممكن تكون الفرح، ممكن تكون عنده محبه لكن الفرح ممكن ممكن واحد مؤمن وجواه الروح القدس بس هو طافي الروح جواه، الروح جواه مطفي، الروح جواه حزين، الروح جواه مش واخد حقه في حياته، فتلاقي ثمار الروح برضو مش باينه في حياته، فتلاقي المحبه عنده قليله، تلاقي الفرح عنده قليل، على طول حزين. مؤمن بس مؤمن تعبان شويه، يعني مؤمن تعبان، الروح جواه مطفي. عشان كده ده الفرق بين افراح المؤمنين حتى وافراح العالم. افراح المؤمنين تملي مش بيفرحوا بالاشياء، في فرق بين الفرح والانجاز. عارف ممكن تنجز حاجه صغيره، ممكن يعني لو حد من البنات بيتفرجوا علينا ممكن تعملي طبخه جميله تفرحي ان انت عملتيها. طبخت، ايوه. فده انجاز يفرحك، انجاز بسيط بس بيفرح. ممكن حد يعمل بيزنس ترانزاكشن معينه يكسب منها مثلا 6 مليون دولار فرح، فاسمه برضو انجاز، فرح لحظي ووقتي. لكن الفرح ثمار الروح، ده فرح دائم، لان الروح القدس موجود جوانا بيشتغل جوانا وبيشتغل فينا، فهو فرح دائم، هي ثمار دائمه مش هتتغير بخساره حاجه او مكسب شيء، هو فرح دائم موجود جوا الشخص. ايوه ايوه، هكمل على كلام فضل. سامر، انه فعلا اساس الفرح هو كلمه ربنا. افتكروا معايا كده ارميا، جه وقت ليه قعد سنين كتيره قوي يكلم الشعب علشان يكونوا بيتوبوا ويرجعوا، ما كانش حد بيسمع كلامه. فلما قعد قدام كلمه ربنا قال كده: وجدت كلامك فاكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجه قلبي. يا مع انه كان تعبان جدا، واحنا مثلا لو بنقدم خدمه لحد وعايزينها عايزينها تنجح على طول، تنجح بسرعه بسرعه عشان نشوف الثمار. لكن هو قعد سنين عمره يكون بيكلم الناس ويكلم شعب عن الرب، لكن ما كانش حد بيسمعه. لكن لما قعد قدام كلمه ربنا فرح وقلبه ابتهج، فهو اساس فرحنا كلمه الرب. حاجه جميله قوي زي ما سامر قال برضو، كلمه الرب الخبر الصور، خبر صور، في سرور، في فرح حقيقي وبهجه. ده يعني ده عدت قوي، ده عدت الفرح، يعني ده الحاجه بقى الفاينل بقى بهجه. كلمه الرب فرح وبهجه. لما تكون مبتهج كده تبتهج بالرب وتفرح بإله خلاصك، هي فرح داخلي وما فيش حد يقدر ينزعه، ولا إبليس ولا الناس، وده اللي هنيجي فيه، ولا أي مخلوق يقدر ينزع فرح الرب اللي هو في داخلك. ممكن شعور يبقى بره كده. افتكرت حتة كده كان من خدام قالوها من فترة، يقول لك كده عدو الخير يجي كده عايز يقلق المؤمن، ما هو متغاظ منه اصلا، فيروح ايه يقعد يبعت له كده حاجات، هو طبعا في ازاز، في ازاز، ويقعد بقى يبعت كده، ويبعت مثلا توبه، يبعت حاجه يعني يهوج بيها ولاد الرب، لكن ما فيش اي حاجه بتوصل للمؤمن. وده انا عايزه اقول، ان كان في حواليك الم، وان كان في ضيق، وان كان في احتياج زي ما الناس فكرتنا بيه، احتياج يكون احتياج مادي، او ممكن تكون فعلا زنقه ماديه او ضغطه او مديونيه عليك، او امور شكلها صعب جدا، لكن بشوف ان كل ده من بره من الخارج، لكن تمسكك بالرب وثقتك بالرب لا ينزع احد فرحكم منكم. ليه؟ لانه فرح جاي من اله عظيم، جاي من ثمار الروح القدس اللي قال عليها سامر، ثمار الروح القدس فرح. فرح يا احبائي، الروح القدس كده لما يبقى هو ساكن فيك يشعلك من جوه فرح في وسط الالم، في وسط التجربه، يجي كده يعزيك، يجي كده يرافقك. هو مكتوب عنه الروح القدس المعزي، روح التعزيه، يواسيك، يقويك، يرفعك. سامر احنا عايزين نرنم، ممكن؟ امين. اتفضل. الفرح قرار، فتعالوا نقول الترنيمه دي كده، والترنيمه دي المرنم كده بياخد قرار ان هو يفرح، فبيقول انا هفرح بيك. انا هفرح بيك عشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك عشان انت بتحميني. هو الفرح قرار. يس. لو انت خدت القرار ده النهارده هتعيش بيه.
هللويا. تطلع لو انت طلعت من الحلقه بالقرار دوت هو ده اهم حاجه، احنا جايين عشان كده. يس احنا عايزين نطلع احنا بيه واخواتنا اللي بيتفرجوا. دي حاجه مهمه قوي. قول يا رب انا هفرح بيك عشان انت بتكفيني، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني، ولا مسنود على ناس تتغير وتجرحني. قول يا رب انا هفرح بيك انت يا رب. علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وارجع لك يا ربي وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك، مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك. احيانا شباب وشابات بيشوفوا كده، لما رب بخطأ انت مش بتحبني ويروح يحزن جوه نفسه ويفقد الفرح بتاعه ويفضل عايش في حتة كده الندم والشفقان على النفس ويحس يعني يا رب انا بقيت كده وحش يعني يا رب، ودايما ابليس يحب يكبر قوي حجم الموضوع بتاع المؤمن بالذات ويمسك عليه زلة ويقول له شوف انت كده مش ابن ربنا، شوف تصرفاتك ما تلقش لولاد ربنا، خليك بقى انت ما تغيرتش، ويكذب لانه هو كذاب، هو عدو الخير كذاب. عايزك تعيش في قفص اسمه قفص الحزن، قفص الكآبة. وكم من شباب الايام ديت، صح سامر، وناس شباب كتير في الايام ديت عندهم حاله كآبه، حاله حزن. ولاد الرب لكني مش سعيد مش فرحان. الكتاب بيعلمنا كده، بيقول ايه جميله وانا بحبها، بتقول لا نجهل افكاره. احنا عايشين في عالم الروح. احنا الناس يمكن بتفتكر ان احنا بس عايشين بالجسد، بنروح شغلنا وبنروح نعمل شوبينج وبنروح البيت ناكل ونشرب وننام وخلاص شكرا على كده. لا، في عالم تاني موجود هو عالم الروح. الشيطان شغال ليل نهار، ابليس شغال ما بيعطلش.
شغال ومشغل جنوده وعامل خطط كل يوم. يمكن الناس تقول ايه الكلام ده، هو ده حقيقي بنشوفوش بعينينا، لكن هو ده الواقع. الكتاب بيقول لنا كده، هو كأسد زائر، هو يجول ملتمسا من يبتلعه، هو بيتحرك، هو بيلف طول الوقت، هو مش نايم، هو مش قاعد. يمكن احنا ساعات ننام ونكسل ويبقى عندنا فطور، لكن هو شغال، فهو بيشتغل طول الوقت انه ازاي يوقع المؤمن، ازاي ينكد على حياة الأسرة المؤمنة دي، ازاي الأخ المؤمن والأخت المؤمنة دول راجعين من الكنيسة فرحانين، انا ازاي اتفنن ان انا انكد عليهم. هو ده شغله، هو بيشتغل يعمل كده، ده عالم الروح. احنا بقى بنقابل ده بايه؟ احنا بنعمل ايه؟ لو انت مش محصن نفسك ومحصن بيتك واولادك بدم المسيح، بصلوات بترفع كل يوم، بمسبح عائلي موجود في البيت، محصن البيت وماسك البيت ليل ونهار، ابليس هيدخل وهينكد عليك وهينكد على اولادك، وحتى ثمره الروح الفرح اللي موجوده هتطفي، لانك انت طفيها بسبب ان انت مش بتشغلها. فقول له يا رب النهارده اديني لا اجهل افكاره، ابقى مدرك وعارف الشيطان بيفكر ازاي من ناحيتي، عايز يسرق فرحي مني، عايز ينكد عليا، طب انا اقابله بايه؟ اسكت؟ اتفرج عليه؟ اقول له تعالى اتفضل ادخل بيتي انا افتح لك الباب؟ لا، انا اقفل بابي واحصن بيتي بصلوات ترفع كل يوم، بتسبيح يرفع في البيت. هللويا. نقعد انا واولادي ومراتي ونسبح الرب، البيت اللي فيه تسبيح يسكن الرب وسط تسبيحات شعبه. البيت اللي فيه تسبيح فيه الرب ساكن، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. فالبيت اللي فيه تسبيح فيه الرب، يهرب منه ابليس على طول. عشان كده لو بيتك فيه حزن، لو بيتك فيه كآبة، لو حياتك مش عايش، مش قادر تعيش حياة الفرح، سبح الرب، صلي، اعمل مسبح عائلي، صدقني هتلاقي ابليس جري وهرب من بيتك. هللويا هللويا. هو عدو كل خير. صح. يعني عدو حتى الفرح، عدو السلام. يعني حقيقي فعلا كلامك مظبوط، عايز يخطف سلام شباب. النهارده احنا بنكلم شباب وشابات، لان ده برنامج درجه تغيير. رب النهارده يديلك درجه تغيير جامده قوي معايا النهارده. رب ينقلك من حاله الحزن والكآبه الى حاله من عنده هو، فرح لا يملك به ومجيد، تيجي كده بالروح القدس. دي مش هتيجي الا وانت ساجد، وانت ساجد، وانت قاعد، وانت قاعده صديقتي شابه. ابليس حصرك كده جوه قالب ويقولك بصي انت هتفضلي كده، انت هتفضلي عانس، انت هتفضلي مش ناجحه، انت هتفضلي كده، مش هتقعدي سنه ورا سنه في التعليم، هو كده مش قادره تتنقلي من مرحله لمرحله، وعايز يفشلك. انا ما اعرفش، انا بتكلم الكلام ده لان في ناس بتفكر بكده، لكن الرب النهارده عايز ينقل الفشل ده والحزن والكآبه والرساء على النفس، وكاني يعني الدنيا اتقطع كل رجاء، لكن النهارده الرب عنده الرجاء وعنده الفرح وعنده السلام. يرسل الرب ليك النهارده علاج، يرسل الرب ليك علاج وسلام من الثمر روح القدس. في حاجه عايزه تقوليها إناس؟ عايزه اقول انه لو عرفت انت موجود ليه وعرفت معنى الحياه هتفرح. يعني كتير كتير ناس مثلا تقول انا موجود بس علشان اشتغل، انا موجوده بس علشان خاطر ولادي اربيهم واوديهم مدارس واجيبهم، بس هو ده اللي انا موجوده علشانه. لكن لو انت عرفت معنى الحياه والرب عايزك تكون فين وتعمل ايه، اكيد هتفرح. مش هتبقى حياتك روتينيه، يعني انا بقضي يومي زي بقيه الناس، بقوم افطر اودي عيالي المدارس وارجع عشان خاطر بيتي واولادي والواجبات والكلام ده كله. لكن اعرف ايه هو معنى حياتك، اعرف الرب عايزك فين، الرب عايزك تعمل ايه، الرب عايزك تخدم فين، تروح لمين وتكلمه عنه. ده هيفرق معاك قوي وهيديك انت فرح. رائع رائع. انت عايزه تقولي اللي احنا نخرج بره انفسنا، بره نفسينا. دي حاجه، عامل مهم قوي، عامل مهم جدا. انا بشكرك قوي، لان فعلا يا سامر لما بنكون بنخرج بره انفسنا ونبص لاحتياجات الاخر
مش بس دايرة حياتي، بيتي، أولادي، وده حاجة جميلة قوي، لكن الأروع كمان اللي أنا بكون ببص برا نفسي بقى شوية، لأني ذاتي أنا 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 وبس يعني. ولكن حقيقي رب عايزنا نطلع برا أنفسنا. كان الرب يسوع بيعمل كده، يعني كان يقول ويصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كان مش عايش بس كده أنا مالك بقى وأنا الإله، لا، ده جاي يخدم، جاي يخدم يا أحبائي، جاي يخدم. ومش بس كده، ده جه انت حتى قلتها، واتضع ونزل وخد مكاننا احنا على عود الصليب. قد كده تضحية، قد كده حب، حب بعطائي يا أحبائي. رائع جدا. رنم لنا ترنيمة. النهاردة تسبيح وفرح. تعالوا نسبح ونقول تسبيح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب. في أتعاب وما فيش اتعاب، بس في نفوس تتحدى الاتعاب دي. هللويا. قول يا رب اديني اكون بتحدى كل اتعاب، كل الم، كل امور ابليس بيحطها قدامي عشان تكون بتحزنني وتشيل فرح السما من جوايا. امين امين. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، إيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، إيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتسود. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتسود. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. بندوس عبرين ولا يوم نحتار، وياك غالبين على الأسوار. بندوس عبرين ولا يوم نحتار، وياك غالبين. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. وراك بعيد اليوم هتعود، يفك قيود النهارده بوعدك. أمين. هتفك قيود، وراك بعيد اليوم هتعود بوعدك، هتفك قيود. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد، ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد، وملكنا ده رب الأرباب. هللويا هللويا. حاجة جميلة قوي، جميلة قوي. التسبيح رائع فعلا، بينعشك كده، بيفرحك، بيخرجك من ألام. تعال جرب كده مرة تقعد قدام الرب وانت متضايق، تعال كده وإبليس رامي عليك يعني رمية مش حلوة كده، هم يعني، تعال كده جرب وقعد في جلسة في حضرة حبيبي، في حضرة حبيبي الملك، ملك الملوك. اقعد كده وجرب وشوف قد ايه الركب المنحنية امام ملك الملوك، تكسر سهام العدو وحركاته وألعيبه وكل كدبة وكل حق مش من حقه خده. يجي الرب كده يرد لك اضعاف اضعاف. لكن كمان عايزك تجرب حاجة، يقول كده فرح الرب هو
قوتنا. لكن في آية عجباني جدا مش عايزة يعني أنساها، يقول كده في أشعياء 51 عدد 11، ويقول مفتدي الرب يرجعون ويأتون إلى سهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركهم، فرح يدركهم، يهرب الحزن والتنهد، ويهرب الحزن والتنهد. ده مين دول؟ المفديين، شعب الرب، هم من حقهم الفرح صدقني. يعني فرح الفاجر للحظة، كتاب بيقول كده في سفر الجامعة، فرح الفاجر للحظة، لكن فرح الرب هو ماله وليمة دائمة. لكن كمان المفديين دول مالهم؟ من ضمن وانت بتحكي عن المسبيين افتكرت الآية دي جت منين، آية فرح الرب هو قوتنا. كان المسبيين زمان في بابل، والناس طلبوا منهم ان هم يكونوا بيرنموا، كان في منهم ناس بتعرف ترنم وبتعزف عود يعني وكده، فقالوا لهم سمعونا حاجه، حاولوا يعني رنموا لنا ترنيمه من الترانيم اللي بتسبحوا بيها الهكم. فقالوا لهم احنا مش هنسبح ولا هنرنم، احنا علقنا اعوادنا على الصفصاف. ايوه، اللي هو ازاي احنا نبقى في مواقف صعبه زي كده وبتطلبونا نرنم، سيبونا في اللي احنا فيه، كيف نرنم واحنا ازاي نرنم واحنا احنا حتى الاعواد بتاعتنا اللي بنعزف بيها علقناها على الصفصاف. فرفضوا يسبحوا الرب في وسط الالم. لكن نحميا كده قال لهم الايه الجميله بقى بتاعت الحلقه بتاعتنا النهارده. أيوة. قال لهم افرحوا كلوا الثمين، افرحوا كلوا الثمين، يعني كلوا الاكل الدسم، لتتلذذ بالدسم انفسكم، لان فرح الرب هو قوتكم. يعني في وقت الالم ده انت محتاج ان انت تسبح، مش محتاج تعلق عودك على الصفصاف. قول يا رب اديني في وقت الالم دوت افتكرك، وافتكر ان انت اتألمت اكتر من الالم اللي انا بتألم فيه، فافرح بيك انت، مش بالعالم او بالظروف اللي حواليا، لكن فرحي يكون نابع منك انت. حاجه جميله جدا. اتفضلي انس. يا عايزه اقول كمان انه الناس لما تشوفنا بنتكلم كده تقول يا ده ايه اللي هما بيقولوه ده، يعني ازاي وانا في ظروفي افرح؟ يعني مثلا انا مشغول، يعني افرح ازاي؟ بتكلموا ازاي يعني؟ لكن هو دي وصية كتابية، يقول كده الكتاب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. واو. يعني حتى في وقت ألمك بيأكد. افرح. حتى في وقت تعبك افرح، حتى في وقت احتياجك افرح، هتلاقي قلبك مبتهج زي ما كنا بنقول. ويقول كده انه زي ما قلنا انه القلب الفرحان يجعل وجه طلقة. فانت حتى وقت ظروفك، حتى وقت مشاكلك، مش هنقول ان احنا ما بنمرش بالحاجات دي، او احنا بنتكلم كده احنا في عالم تاني، لا، احنا معاكم، بنمر بظروف، بنمر طبعا باحتياجات، بنمر بحاجات كتيرة صعبة. لكن بنعرف قوي ازاي نفرح وقت الألم، ازاي نفرح وقت كل الامور اللي بنعدي بيها. حاجه جميله جدا، دي حقيقه، دي حقيقه ناس قد ايه فعلا احنا مش يعني احنا بني ادمين بجد، احنا عايشين معاهم في نفس العالم. وكمان يعني شعب الرب كمان، وفي الكتاب المقدس مروا بامور زي كده، وإليا كمان قالوا رب مره كده قال له خد نفسي، يعني انا متضايق جدا ومش عايز ياكل، يسوع نفسه بكى. والرب نفسه وبكى، مش بس بكى في مره عند قبر العازر من اجل حزنه يعني على العازر كان حبيبه، وبكى مره تاني قبل الصليب، والكتاب بيقول كده ان كانت دموعه تنزل دم، قطرات دم، يعني يس، زي المثل العادي بتاعنا تبكي بدل الدموع دم، فقطرات الدم. يسوع نفسه بكى، مش بس الناس، القصص من الكتاب المقدس، لكن يسوع نفسه بكى. فالبكى مش غلط، الحزن لوقت مش غلط، لكن روح الحزن وحياه الحزن هي دي اللي احنا عايزين نلغيها النهارده. حقيقي دي مهمه جدا يعني، واحنا جايين عشان كده النهارده، مش كده برضو انت قلت كده؟ احنا جايين النهارده نلغي فكره ابليس، حقيقي نكذب ابليس واعماله واكاذيبه، لان هو فعلا، بقول مره تاني، هو كذاب، هو كذاب، وانا عايزاك النهارده ما تصدقهوش، لان هو كذاب وعايز يخطف فرحك، وعايز يخطف الخلاص اللي رب كمان ادهولك كمان. لكن حته حلوه انت فكرتني بسفر نحميا وصح 8، ويقول لهم كده مش بس انتوا تفرحوا، لكن كمان يقول كده في 8 في صح 8 عدد 10، فقال لهم اذهبوا كلوا الثمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لان اليوم انما هو
القدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. يعني كمان الرب مش بس عايز زي الحتة اللي انت بتقوليها العطاء للآخر، يعني اخرج برا نفسي كمان، لا ابعتوا أنصبة للذين اللي هم كمان ما عندهمش، لكن كمان يقول ايه حتة حلوة قالتها إناس، وجدت كلامك حلوة فأكلته، كلمة الله الخبر السار اللي قال عليه سامر، لكن كمان يقول كده الحلو. هو من الحلو إلا كلمة الله، وكلمة الله هو الله بذاته، هو الله بذاته، لكن كمان يقول لهم الثمين الدسم، كلمة الله فيها دسم، فيها شبع، فيها ارتواء، وحلو قوي. يقول كده ترنيمة الرب حلو، حلو قوي. وكمان الرب مدرسة الأحد ده يسوع حلو قوي، ويسوع زي السكر، لا أكتر. لا لا ده أكتر وأكتر، وأنا بشوقك النهاردة وبشوقك صديقتي الشابة إن تيجي كده وتستلذي بحلاوة الرب وبطعمه وبجماله، بس في جلسة في حضرة حبيبك، في قعدة جميلة مش قعدات تانية، هي دي اللي هتخرج. الناس كتير بتدور على كده. لسه كنت عايز أقول الحتة، اتفضل. في ناس بتدفع تمن كبير قوي 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 عشان تبحث عن السعادة. في ناس بتقضي حياتها كلها تدور على السعادة مش بتلاقيها. يس. بس لو عرفوا ان السعادة الحقيقية ببلاش هيتخضوا. لان هي فعلا ببلاش، هي في يسوع، هي في يسوع اللي دفع ثمن دمه بالظبط. في قصه جميله قوي عن الخصي الحبشي، واحد من الحبشه، من مكان، من بلد اسمها الحبشه، كان رايح اورشليم، عشان رايح اورشليم يزور اورشليم. كانت معروف زمان ان هي المكان اللي فيه يعني الحاجات المقدسات زي دلوقتي كده، فكان رايح يزور زي ما في ناس كتيره جدا بتزور وبتخرج فسح عشان تدور على السعاده، رايح يبحث عن السعاده زي ما ناس كتيره فينا بتبحث عن السعاده. فراح قابل فيلبس، وقال له، فيلبس كان بيعمد ناس، فقال له في ميه هنا، انا ايه اللي يمنع ان انا اعتمد، ينفع ان انا اتعمد بالميه، انا شايف ان انت بتعمد الناس. فقال له تتعمد وتقبل الرب يسوع، قبل الرب يسوع وتعمد. كتاب كده بيقول عنه مضى الى بيته فرحا. هو ما كانش رايح عشان كده، هو ما كانش رايح عشان يتقابل مع الرب، هو رايح عشان يتقابل مع المقدسات او الاشياء اللي احنا يمكن بندور على سعادتنا فيها، ندور على سعادتنا في الأشياء. لكن لما تقابل مع الشخص اللي فيه كل السعادة اللي هو يسوع، لما تعمد، الكتاب يقول عنه الجملة دي كده، ذهب إلى بيته فرحا. عارف في قصة تاني بقى برضو افتكرتها دلوقتي عكس القصة دي، الكتاب قال على واحد مضى حزينا، يعني الكتاب يقول على الخصي الحبش ده مضى إلى بيته فرحا، لكن يقول على واحد تاني مضى حزينا. مين بقى اللي مضى حزينا ده؟ شاب من ضمن الشباب اللي احنا بيتفرجوا علينا، او شاب زينا، اسمه الشاب الغني. غريب قوي شاب وغني، هو في ينفع يبقى في شاب وغني؟ لا ده كان شاب وغني. كان شاب وغني، وعلى فكره ما كانش غني بس، ده كان فيه صفات جميله جدا. اولا كان عنده صحه، فالكتاب المقدس بيقول كده ان هو لما راح قابل الرب يسوع نفسه راح راكضا، يعني كان بيجري، فده يثبت لنا ان هو شاب وعنده صحه يعني. شاب محترم، لما قابل الرب يسوع جثى، الكتاب بيقول عنه كده ان هو جثى، جثى في الارض، يعني سجد للرب، محترم، يعني عارف ان ده يسوع المسيح اللي بيعمل المعجزات، ابن الله، راح يقابله فجثى في الارض. واسع النفوذ، الكتاب المقدس بيقول لنا عنه كده، لان الوقت اللي قابل فيه رب يسوع دوت كان الكتبه والفريسيين بيبحثوا عن الرب، بيدوروا عليه عشان كانوا بيجهزوا لخطه الصليب. ايوه، فكان مش كل الناس كانت تتجرأ ان هي تروح تقابل رب يسوع في الوقت ده، لالا الكتبه والفريسيين يفتكروه ان هم من شعبه او تبعه فيقبضوا عليهم. لكن هو كان واسع النفوس، ما كانش بيخاف، راح وقابل يسوع متدين وحافظ الوصايا، لان يسوع قال له لازم تحفظ الوصايا لو انت عايز تتبعني وعايز تنال الفرح، احفظ الوصايا. راح مسمع له الوصايا، قال له ده انا حافظهم من وانا صغير، يعني غني ومحترم وعنده نفوذ وكمان حافظ الوصايا. ايه الشاب الجميل ده؟ هو في شباب كده دلوقتي بس حزين، يعني كل ده حزين ولسه بيدور على الفرح، راح ليسوع عشان كده. يسوع قال له كلمة خطيرة جدا، قال له أنت فيك كل الصفات الجميلة لكن يعوزك شيء واحد. قال له أنت فيك كل الصفات الجميلة، كل الحاجات اللي حكينا فيها دي صعبة قوي تبقى موجودة في شاب، يعني ممكن تبقى موجودة في حد كبير طول حياته بيبذل مجهود عشان ينال الحاجات دي، لكن الشاب شاب صغير وعنده كل الحاجات دي. قال له أنت يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني.
كانت صعبه عليه. الشاب قاعد يحسبها كده، طلع الكالكوليتور وقعد يفكر، طب انا هخسر كام؟ طب انا لو اديت للناس الفقراء، طب انا ممكن لما امشي ورا الرب هل هعيش في نفس البيت اللي انا عايش فيه؟ هل هركب نفس العربيه اللي انا كنت راكبها؟ هل هيبقى ليا نفس الاصحاب اللي بخرج معاهم ونعمل الحاجات اللي احنا واخدين نعملها؟ هل 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 قعد يحسب حسبه كبيره قوي في دماغه وقال له انا مش قابل العرض دوت، انا هاخد مالي وهرجع تاني البيت. الكتاب يقول عنه مضى حزينا. يبقى اللي اتقابل مع الرب فوق الخصي الحبشي مضى الى بيته فرحا، لكن الشاب الغني مع انه كان شاب بس مضى حزينا. عايز تبقى مين النهارده؟ عايز ترجع النهارده البيت فرحا ولا تمضي حزينا؟ ده يرجع لاختيارك. زي ما كنا بنقول الفرح اختيار واحنا بنرنم الترنيمه اللي فاتت. لو انت اخترت تفرح، لو انت اخترت تمشي في طريق الفرح، تبيع كل مالك، مش مالك الفلوس، تبيع كل الامور اللي بتبعدك عن الرب، كل الامور اللي بتسرق فرحك منك، كل الامور اللي بتفتح بيها باب ابليس يدخل منه يسرق الفرح. هل هتختار الحاجات دي النهارده ولا هتختار انك تمشي في الطريق بتاع الرب يسوع اللي فيه كل الافراح وكل التعزيات؟ عشان كده اقول يا رب النهارده اديني اتبعك وامضي معاك حيث ما تذهب. رائع رائع، ودي حاجه فعلا يعني حقيقي يعني حادث يعني في الكتاب المقدس. يعني يؤسفني قوي ان هو يعني بعد كل الادب والاخلاق اللي عندك والجمال ده كله تترمي في جهنم. خساره، يعني خساره خساره بجد. يعني كل اللي عندك الحاجات الجميله يعوزك شيء واحد، يعني هو خلاص الرب يسوع في حياتك، ان تقبل دم يسوع المسيح اللي هو بيطهرنا من كل خطيه، بس مش من خطيه واحده لكن كل خطيه. لكن كمان يعني حقيقي حقيقي يعني بشوف ناس بتفضل أمور تانية وبيقعدوا يدوروا على حاجة فعلا تسعدهم. يمكن شلة ما أقدرش أسيبها، الشلة دي ده بيدوني معنى، ده أنا بشوف نفسي فيهم، ده أنا يعني إزاي أسيبهم يعني. ويمكن هم دول سبب حزنك، ويمكن أختي الفاضلة صديقتي الشابة ممكن تكون ده سبب من الأسباب اللي حزناكي ومضايقاكي ومخلياكي مش سعيدة ومش فرحانة. تروحي الكنيسة تصلي ترنمي لكن كما أنت. عشان كده رب النهاردة يعني اقعدي معاه قولي رب إيه الغالي؟ الغالي يرخص ليك. كل حاجة غالية يا رب عندي، منعة اتصال الفرح أنا برميه عند رجليك. مفيش حاجة تغلى عليك، مفيش حاجة تغلى عليك. ممكن يكون مسلسل في التلفزيون حضرتك كده مسلسلة بنفسك أو حضرتك، يعني أمور كتيرة أو في العالم، ممكن الآيباد، ممكن التليفون، ممكن الفيسبوك، ممكن حاجات كتيرة قوي شغلة وقتك. وممكن الوقت ده قالت عليه إناس حتة جميلة قوي، يعني أستخدمه لمجد الرب، أستخدم حياتي لمجد الرب، أخدم الرب. انت قلت الحته دي يا اخدم الرب كمان. انه من ضمن الشخصيات في الكتاب المقدس مش بس الخسي الحبشي، لكن عايزه اتكلم عن الابن الضال. الابن الضال كان شايف سعادته في الفلوس او الحاجه اللي هياخدها من ابوه، يعني هي دي اللي هتفرحني، هي دي اللي هقدر استمتع بيها، اروح بقى اجيب اللي انا عايزه واخرج مع الاصحاب اللي انا عايزها. وضح لنا الابن. فالابن الضال كان فاهم انه سعادته هتكون في الفلوس او في الميراث اللي هياخده من ابوه، لكن يقول كده انه خلصت، خلص الفلوس اللي هو خدها من ابوه ورجع تاني. كان حزين ورجع كان مكسور، لانه كان متكل بس انه الاشياء هي اللي هتفرحه. لكن الفرح الحقيقي هو في إلهك. مفيش أي حاجة هتقدر تفرحك وتخليه فرح ثابت غير إلهك وكلمته. يقول كده مش بس كده الجزء ده، لكن قال كده لما رجع يقول فقال الأب لعبيده اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه واجعله خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. يا ده كان فرح أبوه إن الابن رجع لي تاني. لكن في جزء تاني عجبني قوي في القصه دي، انه لما رجع والاب قال لابنه تاني تعال علشان تفرح معانا، فاستغرب قوي قال له يعني انا معاك
ما عملتش معايا حاجة وبخدمك طول سنيني، طول سنين عمري يعني، اللي هو الابن الكبير، يا وما عملتش معايا اي حاجة، ولما ابنك ياخد منك الميراث ويمشي ويرجع تاني تعمل له كل الفرح ده؟ يا لكن قال له جملة جميلة قوي هنا، بيقول فقال له يا بني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. يا جملة جميلة قوي، يعني قال له انت معايا كل حاجة موجودة هنا، انت عايش في فرح اصلا يا بتاعتك. فهو ده الفرح الحقيقي. ممكن اكون بفرح باشياء معينة، ممكن اكون بفرح لفرح وقتي، لكن الفرح الحقيقي وكل حاجة ليك هي في الرب. النهاردة قرر ما تقومش من قدام الحلقة دي غير وانت بتقول يا رب فرح قلبي، انا عايز يا رب اكون بفرح النهاردة الفرح الثابت الحقيقي فيك انت. هللويا، امين امين. رائع رائع. كمان الابن الكبير هو جوه البيت، لا كل حاجه يعني معاك. كل حاجه ليك يعني حبيبي، مالك في ايه؟ زعلان ليه يعني؟ حقيقي يعني انت زعلان ليه يعني؟ انت جوه البيت يعني. ساعات بنتذمر على الرب، بنقول له رب، بنبقى اولاد الرب اه وبنحبه قوي ومعاه، لكن ساعات كده نبص كده زي اساف، بص كده على الاشرار ويقول لهم بص بقى يعني. جه كده في مزمور وكتب قال له يعني انت اديتهم كتير قوي الاشرار، يعني ما اديتنيش يعني، فين فين انت عملت تجيهم؟ شوف حتى وشهم عامل ازاي وانا عامل ازاي، وقعد ورسب حلو قوي يعني. هيا رب يعني انت ظالمني. وكتير قوي ناس بتيجي قاعده كده في محضر الرب مش فرحانه، حاسه بحزن. طب افرح، طب رنم، طب ابتهج، طب صلي، طب رنم، اعمل حاجه. لا، انا اللي هو الدهوني ده قليل قوي، حاسس نفسه كبير قوي وكان يستحق اكتر من كده. وده الابن الكبير عمل كده لباباه، قال له انا الكبير بتاعك ما ادتنيش اكبر يعني حاجه يعني. انا عايز اقول لك الرب اداك كل حاجه، الرب اداك حياه ابديه، لكن كمان انت تفرح بالامور، تفرح بالرب نفسه، ما تفرحش بالاشياء. كمان في حاجات كده بتعطلنا، حاجات بتعطلنا كتيرة زي ايه يعني؟ يعني يا رب كان المفروض تعمل كده لكن يعني ما عملتش لي كده يعني. حاجات دي اسمها تذمر، وانا بسميها ان هي دي اللي بتخطف سلامنا وبتخطف فرحنا الحقيقي. ليه بقى؟ جه كده اساف وقعد كده في مرة ورجع نفسه وفكر كده وقال ايه؟ لا ده انا شايف كل حاجه حقيقي. لا يا رب انا بشكرك، سامحني يعني بجد. لما ظهر كده قدامه الرب ورب كده قال له يا حبيبي ده انت كل حاجه انا ليك، انا كل حاجه ليك. لما يكون الرب لينا احبائي هنكون سعداء جدا وفرحانين جدا جدا. كمان في العباده، في العباده شباب كتير قوي بيبقى قاعد كده عامل كده يعني. انا مش قصدي يعني حقيقي بامانه مش قصدي، او انا يعني ببقى انا من جوايا يعني حقيقي ليه ما نفرحش؟ طب ليه ما نرفعش ايدينا للملك العظيم؟ وليه ما نهتفش زي ما كانوا، زي ما انت قلت يعني، مش كلمه بتقول يعني، يقولوا هللويا هللويا. هو اللي مانع دوت، ايوه ما مش بيكون حاجه هو عايز يعمل كده، هو ما حدش عايز يكتئب، لكن في امور من جوه الانسان ابليس بيحطها زي ما كنا بنتكلم شويه، تمنع ان هو يبقى عايز يقوم يسبح بس يفتكر حزنه فيكتئب ويقعد تاني. تلاقيه شاب صغير، شاب صغير يعني المفروض يبقى مبتهج وفرحان ومش شايل الهم، تلاقيه كانه واحد عجوز كبير. عارفه مين كان في الكتاب المقدس كده؟ امنون. امنون ده كان ابن الملك، حب واحده اسمها ثمار. ثمار دي كانت يعتبر اخته، ابن الملك داوود. ابن الملك ده، وكانت ثمار دي اخته بس من ام يعني لا تحل لي ان هي تكون زوجه، ما ينفعش يحبها يعني. زي اخته. فالكتاب كده بيقول عنه ان هو احبها واحبها يعني، هو حبها بجنون. الكتاب كده قال عنه الحته دي، كان ليه سبب مرض وسبب حزن. يعني الخطيه مش بس بتبقى سبب حزن، لكن ممكن تؤدي الى المرض. يعني ممكن تلاقي شاب يمرض ويحزن بسبب خطيه معينه. طب ليه؟ ليه؟ عيش حياة الفرح، عيش ملك للرب، عيش مكرس للرب حتى لو انت في سنك الصغير. الكتاب كده بيقول عن دانيال ان هو جعل في قلبه، هو قرار ارادي، ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروب. وده قرار على فكرة ما كانش في بلده، هو كان مزبي، وعلى فكرة كان سنه صغير،
يعني كان ينفع يقول ما انا خلاص بقى بعيد عن اهلي، ما انا محدش شايفني، ما انا ظروفي صعبه، يعني ما انا نسبي في بلد تانية، شاب في سن المراهقه يعني تقريبا، ما انا هاجرت ورحت بلد تانية، ما اصل المكان اللي انا عايش فيه ده دلوقتي ما هو خمر مشروبه، الملك هو اللي بيعرض على الناس يشربه، فكل اللي حواليه بيشربوا، فكان ممكن يقول ما انا البلد اللي انا عايش فيها الشرب فيها عادي، ما بيتباع في السوبر ماركت، ما هو موجود في السي في اس، فعادي لما اروح اشتريه، ما هو الناس كلها بتعمل كده. لكن دانيال جعل في قلبه، وانت حط الامر ده في قلبك النهارده، حط اسمك كده وقول سامر جعل في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه، وقول يا رب اديني اعيش بقداسه قدامك عشان الفرح يكون دايم جوايا. يس يس، حاجه جميله قوي، تقدسه حلو قوي. كمان حته نقطه فعلا رب يعني الدهاني كده وانت بتتكلم، قد ايه فعلا القداسة مهمة قوي، لان سبب من الاسباب عدو الخير لما يجي يمسك عليك حاجة يقولك كده. عشان كده كل مرة لما لازم اقعد قدام الرب اتغسل، الفرح يجي على طول، لان احنا في الارض. لكن كمان لازم اكون اقوله رب افحص حياتي، انظر ان كان فيا طريق باطل، اهديني طريق أبدي، طريق أبدي. عايز نرنم. أمين. وإحنا يعني قبل ما الحلقة كده تعالوا نعلي الفرح كده ونقول تسبيح لرب يعلى وتعلى معاه الفرحة. قلبي هيغني القدير، زي ما كنا بنقول القرار الفرح قرار نابع من القلب، قلبي هيغني القدير، مش بس لساني مش بس شفايفي، لكن قلبي يغني قلبي يفرح. أمين. تعالوا نسبح الرب ونقول الكلام ده. حياتي وكل للمسيح، كلي للمسيح، انا هفرح واهتف مجدا ليك، مجدا ليك يا رب. قد ايه فعلا قرار الفرح قرار حقيقي، يعني بشوف كمان في، يعني بشوف ان في سامر ناس، بشوف ان في عوامل للحزن. احيانا الانسان المؤمن بيحزن لما يكون حد مثلا ما قالوش كلمه حلوه، يعني يكتئب كده ويفضل، ده المفروض كان يقول لي كلمه حلوه، يعني يقول يعني كلام حلو، يعني لا نسي. فالناس الناس يعني حقيقي بشوف اني
معطلات الفرح ممكن تكون ناس، ممكن يكون وانت طالع كده رايح شغلك حد كده يكسر عليك وانت سايق او حاجه كده يعني يضايقك، او مثلا مديرك في الشغل يكون يعني مسويك شويه، يعني حاجات زي كده بتحصل. يكون اصدقاء في الشغل بيعملوا مؤامرات ودايما كلموا مثلا behind you في كلام حاجات كده مش ولا بد يعني، بتبقى تدخل كده وتقوقع حوالينك وتقول اسباب من الناس فعلا بيكون سببهم يسببوا لك الحزن او يسببوا ليكي الحزن. كمان بشوف يعني ممكن تكون سبب من الحزن اللي انت عندك حرمان من شيء او احتياج من شيء معين، وده برضو الرب او مش في حاجات عايز تمتلكها او ممكن تكون عندك ممتلكات زي الغني الغبي، زي الشاب الغني اللي كان زي اموال كتيره قوي، عنده اموال كتير لكن الممتلكات بتاعته عطلته اللي هو يفرح كمان، لكن ممكن يكون عدمها بقى مش كده خلي الواحد يحزن وينكمش جوه نفسه كده، يعني يا رب يعني انا يعني، لكن حقيقي دي معطلات الفرح. لكن كمان بشوف حنة، ذكر حنة كده كانت عندها حرمان وكان دايما حاسة ان في حاجة ناقصاها والحتة دي ما اتملتش. فانا رب من فضلك يعني فين يعني بليز، يعني حتى في حد كان بتغزها ودايما يعني تهريها كلام فننة يعني هرياها بجد يعني مضايقاها وقرفاها قوي، وممكن تكون حضرتك وانت في الشغل، حضرتك وانت في شغلك، حضرتك وانت في الجامعة، ممكن يكون في حد في يعني فننة عندك في يعني في فننة عندك النهاردة، ممكن يكون مش فننة واحدة يعني حقيقي يعني ممكن يكون كتير قوي، يعني كلنا مرينا أكيد بالأمور دي، احنا مش ملايكة لكن فعلا بنمر بالأمور دي. لكن أحلى حاجة يعني حتى بولس الرسول مر بأمور كده وقال إيه لا يحسب عليهم، يعني الكل تركوني لا يحسب على من الناس دي حاجة، ومرة تاني يقول إيه كل ما أحب أكتر أحب الناس أكتر أتحب أقل، فقال لهم إيه قال إيه فليكن، يعني مش فارق قوي قد إيه مش فارق ليه طيب ليه مش فارق. طب حنة أنت عملت إيه كمان أنت عملت إيه، قالك كده بص أنا ما لقيتش حاجة تطلعني من الهرية من الغيظ اللي بتغيظني بيه الناس اللي بيغزوك بيه إلا رجلين الرب، فأنا هروح هو يسد الاحتياج ده. أنا ما عنديش عيال اديني عيال، بس ما كلمتش بقى يعني قعدت كده مش رست بحالة، يعني في ناس بتدخل يا سامر ناس تصلي لكنها بتطلع بالحاجة اللي هي حطتها قدام الرب، تطلع زي ما هي الشيله اهي انا جبتها، بس ساعات بتقول له ايه بقى مش بتصلي، لا بتقول له بص انت مدي فلان ومش مديني، انت بص يعني ما تشوفني بقى يلا يلا يلا، يعني مش معنى دول مش معنى يا رب وانا متضايق وانا مخنوق وانا طلع زي ما هو او طلع زي ما هي. لكن حقيقي حنة ما طلعتش زي ما هي، لكن كمان حد تاني جه جرحها جوه الهيكل وخادم جرحها بيقول لها انزعي خمرك منك. قالت له انت كمان هي ناقصه تجاريح، ده انا جايه اصلي، ده انا جايه احط شكوايا قدام سيدي حبيبي اللي بيسمعني. راح قالت له انا عبدتك مش من اللي هم، انا خمرانه بالروح، انا خمرانه بخمر حب يسوع، يسوع اللي بيسمع صلاتك، يسوع اللي بيسمع صلاتك صديقتي الشابة اللي بتقولي خلاص يعني الأمور كلها الببان مقفولة، لكن الرب بيقولك النهاردة هرفع راسك، ورب النهاردة بيقولك هرفع راسك لأنك جيت واحتمت فيا. قال لها ماشي يا ابنة يلا الرب هيديك يعني هيديك حسب طلبك هيفرحك وهيفرحك، وفعلا فرحت وجابت صوميل، وصوميل دوت ايه بسبعة، والسبعة عدد الكمال، ورب لما يديك عطية هيديها لك كاملة متكاملة. ليه؟ لأنه هو ما بديش حاجة ناقصة وبيدي بتعويض وبفرح لا ينطق به ومجيد. أنا عايزك النهاردة تيجي
وتستمتع بالملك العجيب اللي ينزع دخلة بفرق بحزن ودخلة بكآبة قلبه، ما كانتش بتاكل، كانت نفسيتها اكتئاب حاد، اكتئاب، ما هو الحزن بيوصل للاكتئاب. والنهاردة رب مش عايزك تكون مكتئب، الرب عايزك تكون إلا فرح بس، فرحان بس. وطلعت وهي كلها سلام واطمئنان وفرح، والفرح عمل المعجزة النهاردة. يعني حقيقي الأفراح بتيجي من تفكيرك أنت كمان. أنت ممكن تغلب النهاردة الأمور السلبية والأفكار السلبية، وتغلبي الأفكار اللي بيرميها عليك عدو الخير. لأن حتة جميلة قوي سامر قلتها لنا، اللي هو الحرب، إبليس المحارب، إبليس شغال. في حتة كمان عشان نواجه النقطة دي كمان من ضمن معطلات الفرح اللي كنت بتكلمي عليها، الوجود في وسط جماعة المؤمنين. كتاب كده قال آية جميلة جدا، القديسين والأفاضل الذين في الأرض كل مسراتي بهم. الفرح بيكون موجود في وسط الناس دي. رائع. لو انت عايز تدور على نوع الفرح اللي احنا بنتكلم عليه دوت دلوقتي في الحلقة دي، مش هتلاقيه بره في المكان اللي انت عارفه، او في المكان اللي انت عارفاه، او مع الصحبة اللي انت عارفاها. هتلاقيه بس جوه جماعة المؤمنين، هتلاقيه مع اللي عايشين الحياة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. هتلاقي فيهم السعادة وهتلاقي فيهم الفرح، جماعة المؤمنين، الكنيسة. عشان كده اشجعك قوي ارتبط بجماعة زي دي. امين. ارتبط بكنيسة، مش مهم تكون الكنيسة فين. ارتبط بأي كنيسة، اي جسد. اشترك معاهم، اشترك على مائدة الرب، روح التزم في الكنيسة، خلي ليك اصحاب مؤمنين، خلي ليك جماعة بتقربك وتشدك للفرح السماوي مش الفرح الارضي. زي ما قلنا في اول الحلقه، الفرح الارضي زايل، فلو ارتبطت بالناس اللي بتديك الفرح الزايل دوت، هتبقى كل شويه عايز تشرب تاني، تشرب وتعطش زي السامريه. كانت تروح كل شويه عايزه تملى ميه، كل شويه وتعطش، لكن الرب قال لها هديك الماء اللي ما تعطشيش تاني من بعدي. عشان كده اقول يا رب اديني الزق في جماعه مؤمنين تملي، اكون باخد الفرح وانا موجود معاهم. امين امين. احنا حقيقي يعني الوقت قرب يخلص، واحنا عايزين يعني نسبح رب. قدامنا 5 مينت، اتفضل. امين. تعالوا نسبح كده ونقول تسبيحك يا رب يملى الكون، اناشيد تعلى وهتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع اضعاف، اي فرح ابليس سلبه يرجع. أمين. في اسم يسوع اضعاف. أمين. أفرحنا معك هتدوم، وفي قلب النار عبرين، وعداك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. أفرحنا معك هتدوم، وفي قلب النار عبرين، وعداك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون، أنا شدت على هتاف، وعدك صادق مسلوب، مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون، أنا شدت على هتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع ضعاف. عندك شفاء وعجاي وإيديك تصنع آيات، وحدك عندنا بتحارب في الصعب وفي الأزمات، عندك شفاء وعجاي وإيديك تصنع آيات. تسبيحك يملى الكون، أنا شدت على هتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون، شدت على هتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع ضعاف. ايه احلى وصعب عني فيها بسلطان تسود، راح تيجي بفجر جديد وتحطم القيود. ايه احلى وصعب عني فيها بسلطان تسود، راح تيجي بفجر جديد وتحطم القيود. تسبيحك يملى الكون، أنا شدت على هتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع ضعاف. تسبيحك يملى الكون، أنا شدت على هتاف، وعدك صادق مضمون،
مسلوب يرجع ضعاف الريح لو صعب عنيد فيها بسلطان يجي فجر جديد رح تيجي فجر جديد وتحطم القيود الريح لو صعب عنيد فيها بسلطان تسود رح تيجي فجر جديد وتحطم القيود تسبيحك يملى الكون انا شفت على وطن وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف تسبيحك يملى الكون انا شفت على هتاف وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع ضعاف. مسلوب يرجع اضعاف حقيقي ده وعد الرب ان يرد كل مسلوب وتنهب من العدو وتاخد كل امتعه خدها منك. خد فرحك الرب يردهولك النهارده، خد سلامك الرب يردهولك النهارده، خد اوقاتك الحلوه اللي كنت بتقعد بيها قدام الرب يردهولك النهارده، لان ده سبب من الاسباب. كمان بشوف ان كلمه الله الخبر السار كلمه الله اتمسك بيها، الصلاه اتمسك بيه، الاجتماعات جماعه المؤمنين زي ما قال سامر قد ايه فعلا يا رب ان جماعه المؤمنين شركه المؤمنين مجموعه الناس المصليه الناس اللي بتحب الرب قوي قرب منهم قوي قرب منهم قوي. يعني قد ايه فعلا بولس الرسول يقول كده فرحنا بتيمساوس فرحنا بابولس فرحنا كان بيفرح قوي بالمؤمنين وجماعه المؤمنين. حاجه جميله قوي لان دوت كمان بيديلك كمان حالة من السعادة الجميلة اللي فيها جماعة الرب. قعدة الرب حلوة وقعدة المؤمنين جميلة جدا، لأن يقول كده هو ده ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، هناك أمر الرب بالبركة يؤمر بالبركة الرب في حياتك النهاردة. كمان بشوف أني في يوم من الأيام ملك اسمه يهوشافاط، يهوشافاط ده كان يعني قال مع كان في حرب حواليه والعمونيين كانوا قايمين بحرب عليهم، لكن كده وقف ودخل بالهتاف صح سامر، ولا سيما يعني الكيبورد كده الجميل اللي استمتعنا بالترانيم الجميله والتسبيح، دخل كده وحط صف قدامه قال انا هحط صف عازفين ومرنمين، ودخلوا كده بالتسبيح ودخلوا كده بالترانيم، وكده جه العدو راح يعني حقيقي يعني هو اللي انهدم، هو اللي انهزم قدام التسبيح والترانيم والهتاف. يكسر الرب ايده ويكسر ايده من عليك ومن عدم سلامه ومن عدم سلامك في الرب يسوع، يكسر كل حزن عليكي من خلال كمان التسبيح. انا اقولك النهارده افرحي لكي تفرحوا، افرحوا في الرب، فرح الرب هو قوتنا. سامر قد ايه فعلا فرصه كانت جميله، احنا فرحنا وانا فرحت بيكم جدا وبالرب العظيم اللي في وسطينا، والنهارده يعني حقيقي تقدر تقول ايه في يعني في ثواني في اخر الحلقه. هقول الايه بتاعت الحلقه افرحوا في الايه الجميله كنا لسه بنقولها مش بتاعه الحلقه، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. الرب بياكد لنا على الحته دي، افرح صدقني افرح، الفرح قرار، قول انا هفرح، انا مش هفرح الفرح الارضي لكن هفرح الفرح السماوي اللي كنا لسه بنتكلم عنه في الحلقه النهارده. امين امين امين. ايناس اتفضلي. يا عايزه اسيب معاكم ايه جميله قوي بتقول كده فلا اكون الا فرحا. قول يا رب عايزه اكون دي حالتي، عايزه اكون دي حياتي، ما اكونش كلام بقوله لكن حياتي تعيش الفرح. امين امين. فعلا كنا سعداء بوجودكم سامر وإناس، أسرة جميلة، رب يحميكم ويحمي بناتكم الجمال وتشوفوهم كده مستخدمين وبركة فعلا ليكم وبركة لكل الأسرة كلها. رب يبارككم أحبائي. أقول لكم إلى لقاء في حلقة أخرى من برنامجكم درجة تغيير. جبل الرب
المسيح هو الحياة هو الطريق.